انطلقت فعاليات ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط 2016 بدورتها الخامسة، والذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية قوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح البحرية الملكية البحريني. وينظم الملتقى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل التي تتناول سبل حماية الأمن البحري في الخليج العربي والمنطقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين. انطلقت أعمال الدورة الخامسة لملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الأوسط 2016 الذي ينظمه سلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك بمشاركة قادة أسلحة البحرية وخبراء الأمن البحري ومنظمات إقليمية ودولية وشركات عالمية عاملة في مجال الملاح والنقل البحري، ضمن إطار التنسيق والتقارب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الملاحة البحرية. استطعنا ان احنا نكون ونهيئ هذه المؤتمر، مؤتمر سفن الدورية في الشرق الأوسط، اللي طبعا يدعم جميع الأعمال البحرية وتأمين الأمن البحري في الملاحة البحرية وحرية الملاحة في الخليج، وتطوير البحريات والمهام اللي تقوم فيها البحريات من اكويبمنت، من أجهزة، من سفن، من أجهزة تستخدم في يعني لمكافحة الإرهاب والأمن البحري. جاء تعزيز التعاون في الأمن البحري بالشرق الأوسط وبحث المخاوف الأمنية البحرية الرئيسة لزيادة مستويات الأمن المشترك في مقدمة أهداف الملتقى، كما يبحث الملتقى وجهات النظر تجاه أنسب الآليات وطرق التعاون بين المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لمواجهة مختلف التحديات في مجال الأمن البحري والتجارة الدولية في المنطقة. خبير يتكلم، شركة متخصصة تعرض، ومتلقي يسمع ويشارك بالرأي ويطرح احتياجاته. هو هذا الهدف الرئيسي، هو بالنهاية الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تطوير وإعادة بناء وتطوير قدراتنا البحرية من أجل تحقيق الأمن البحري بشكل عام. صاحب الجلسات النقاشية والمحاضرات معرض تناول التقنيات الجديدة للخبراء الدوليين وشرح آليات الأدوات الجديدة في ظل المتغيرات الخاصة بالعمليات البحرية للتعامل مع طبيعة التهديدات المتغيرة باستمرار. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.